أصحابي الفضيلة والمعالي والسعادة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أعبر لحضراتكم عن سعادتي الكبيرة الغامرة أن نلتقي في مدينة نيويورك تحت رعاية كريمة من رابطة العالم الإسلامي وأمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، لنتحاور جميعا حول التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي. نلتقي هنا في نيويورك بعد أيام قليلة من انتهاء فعاليات اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي اجتمع لها زعماء العالم حول هذه المائدة لتفعيل الحوار الحضاري والقيم الإنسانية التي نسعى إليها جميعا. وما أحوجنا لتفعيل هذه القيم التي نشترك فيها جميعا لنحولها إلى واقع ملموس، خصوصا بعدما تفاقمت مخاطر قوى شريرة تزكي نيران الشقاق والطائفية والتطرف والإرهاب وتعتدي على كرامتنا جميعا. لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى متنوعين مختلفين في لغاتنا وألواننا، مختلفين في أدياننا وفي توجهاتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.